السلام عليكم. تذكرت موضوع حد سألني فيه بالنسبة للمتابعين بخصوص الغنم المعاشير هاي الفترة، واللي عنده غنم معاشير فوق ال4 شهور أو من ال4 شهور طالع، يعني قبل ميلادهم بشهر. بسألني شو بنقدر نستخدم لهم علاج، أو شو بنقدر نعطيهم إشي يعني اللي ما يصير عندهم مشاكل. أنا بالنسبة لي، وهذا الشيء اللي أنا بستخدمه بالنسبة للمزرعة عندي ولكل الغنم اللي بتصير عندي معاشير، أنا بعطيهم مثبت حمل، بستخدم لهم الديازيم، مثبت كثير كثير ممتاز، وبستخدم لهم الأوكسجيكت اللي هو الزيت كمثبت حمل حتى ما يصير عندهم إجهاض وما يصير عندهم مشاكل. وأي نعجة أنت كمربي بتلاحظ عليها إنه أكلها خف، مشيتها خفيفة، وزنها أو حملها تقيل، يعني معشرة بأكتر من واحد ومبين عليها الوزن، بآخر شهر استخدم إلها كمان وأعطيها أعطيها كلس وأعطيها فيتامينات حتى ما يصير عندها تسمم حمل وما يصير عندها مشاكل. أي نعجة كبيرة أو صغيرة بالعمر، حملة أو شو ما كان عمرها، معشرة عندك، أكلها خفيف، مشيتها مش طبيعية أو ضعفت، وزنها حاملة حمل تقيل، يعني معشرة بأكتر من واحد، ضروري جدا تعطيها كلس، تعطيها فيتامينات، وتعطيها دبس مقويات تساعدها حتى إنها تقدر يعني تقدر تسلك في حملها وما يصير يعني تسمم حمل. وبالنسبة للغنم بشكل عام المعاشير عندك، أعطيها مثبت حمل اللي هو الديازيم، وأعطيها الأوكسجيكت اللي هو الزيت. طبعا بعد استشارة الطبيب انت بتحكي له انا بدي اعطيهم مثبت حمل، هو بيعطيك الادوية هاي وبيعطيك البرنامج كيف انت تستخدم لهم الدواء. واي حد عنده استفسار بيسألني او بده استفسار بهذا الخصوص، انا فيش عندي مشكلة اني ارد سواء بفيديو او بتعليق، حتى انه نساعد الناس اللي ما يصير عندهم مشاكل بفترة العشار هاي، اللي يعني الأغلب والكل بالفترة هاي في عنده غنم معاشير غيرانة وأجت دهياني أحطني على رأسها. على كل، ضروري إنك تستخدم المثبت الحمل وتستخدم الكلس والفيتامينات كمقويات للغنم فترة العشار حتى ما يصير عندك تسمم حمل أو ما يصير عندك إجهاض بدري. يسعد مساكم.